اهلا بحضراتكم مره تانية. مصر جميله، يمكن الحقيقه النهارده عندنا انجاز جميل قوي، انجاز جميل مصريين عملوه ومصر عملته الحقيقه في الفتره الاخيره. يمكن المركز القومي للبحوث تحديدا قدر ان هو يتوصل لتركيبه دوائيه مستخلصه من مصادر طبيعيه تماما، وكان هذا المنتج بيستورد من الخارج بملايين الدولارات، لكن احنا بعقول مصريه وبماتيريال او مواد خامات مصريه في المقام الاول كامله قدرنا ننتجه بنسبه 100%. الحقيقه هذه الرحله من النجاح وهذا الانجاز الجميل اللي احنا كلنا بنفخر بيه كمصريين طبعا ليه مردود قوي جدا. ايه هو الدواء ده او ايه هي الماده او ايه هو المنتج ده؟ هنعرفه الحقيقه من خلال لقائنا مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور فاروق كامل الباز، استاذ الكيمياء الحيويه ورئيس الفريق البحثي لمجموعه تكنولوجيا الطحالب بالمركز القومي للبحوث. تسلم الايادي واهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم، شاكر جدا. احكي لي يا فندم بقى، احكي لي قصه النجاح دي. هو الحقيقه احنا بنشتغل على الطحالب من مده طويله جدا بهدف ان احنا بنطلع منها مركبات لعلاج امراض كتير. هي فيها مركبات فعاله كتير بتساعد في علاج امراض كتيره خطر يعني على صحه الانسان. فاحنا بنعزلها من المجاري المائيه اذا يعني زي نهر النيل. بنعزم حاجه اسمها الفريش ووتر ارج اللي هي الطحالب من المايه العذبه. وفي بعض الطحالب الثانيه بنعزلها من المايه المالحه. فبناخد عينات من المجاري المائيه والمعمل ونعزلها ونربيها تحت سكيل كبير اقتصادي بحيث ان انا اطلع الخلايا دي وابتدي اجربها اشوف ايه المركبات الفعاله اللي فيها وهتفيدني في ايه. فبالنسبه للمركب الجديد ده اللي نزل يعني خدنا بيه ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، هو الترخيص تم في 3 يناير 24 يعني لسه ما كملناش 10 12 يوم. يعني انا من 3 يناير يعني احدث حاجه طازه خالص يعني ان شاء الله ينزل الاسواق عن قريب. فاحنا فصلنا المركبات الفعاله الموجوده في الطحالب وانتجنا كميه تسمح بان هيئه سلامه الغذاء تعمل عليها الاختبارات اللازمه. وطبعا بناخد مرحله فيها نسمي المركب الجديد هينزل شكله ايه اسمه ايه. فدي بتاخد وقت طويل جدا عشان خاطر التسميه. ليه بقى؟ لان الادويه في السوق كثيره جدا لازم تجيب اسم ما يكونش طلع قبل كده. فاحنا طرحنا اسماء كثيره لغايه ما وافقونا الاخر على اسم الماده الفعاله واسم المنتج الجديد. طب ما نسميه بازوكسودين مثلا؟ لا ما هو على اسم سيادتك هم لازم يوافقوا على الاسم، على الاسم نفسه لازم يوافقوا يعني على الاسم. ما يكونش باسم العالم اللي كان فريق بحث رئيس فريق لا بحث هم مثلا. لازم يوافقوا على الاسم. فعشان كده احنا سمينا الدواء الجديد باسم الماده الفعاله، الماده الفعاله على طول على طول. وحطينا جنبيها يعني المركز القومي للبحوث عشان ما يبقاش فيه شبه لها خالص. ما اعتقدش هيبقى فيه ماده فعاله ثانيه بنفس الاسم ولا هيصلح حاجه ثانيه باسم المركز القومي للبحوث. طب انا عاوز اعرف حاجه، الماده الفعاله دي من مجموعه مواد فعاله ولا هي ماده واحده؟ هي ماده واحده. الماده الواحده دي لها تاثير كبير جدا كمضاد اكسده. يعني جوه الجسم بتبقى مضاده للاكسده ورفع مناعه وترفع المناعة ولحد كبير بتنفع في علاج هشاشة العظام وتليف الكبد. ودي أمراض خطر جدا يعني هشاشة العظام دي لما الناس سواء اللي عندهم سكر أو اللي بيبقى سنهم كبير لو وقع لا قدر الله العظم هش اللي وقع بتصاره ما يلحمش تاني فالمواد الجديده دي بترجع العظم للتركيبه الاولانيه القدره الاساسيه ونقدر على الالتحام نتعالج تاني. ونفس الحكايه في تليف الكبد
خلايا الكبد من الامراض الخطر جدا اللي لو ما تعالجش في الاول بيقلب بيجي عندك لسرطان يعني. فده بيتعمل عليه دراسات كتيره والحمد لله يعني الحاجات دي بتفيد في علاج الهشاشه وعلاج سلايف الكبد. يعني الوصول في الابحاث عبر البحث عبر عشرات الطحالب وحيده الخليه المونوسيل طلعتوا ماده واحده؟ لا احنا طلعنا مواد كثيره. جميل. بس كل واحده بتاخد دورها. يعني طلعنا مواد، اولا طلعنا في الاول خالص مواد كانت عباره عن كريمات لعلاج البقع السوداء اللي في الوش ولعلاج التجاعيد اللي حوالين العين. بتساعد على تكوين ماده طبيعيه في الجسم اسمها الكولاجين. الكولاجين طبعا. الكولاجين ده بيرفع فما تبانش التجاعيد. والهالات السوداء. سواء حوالين العين او في الاجزاء الحساسه اللي في الجسم. ايوه. والادويه دي الستات بتقبل عليها بشكل فظيع، يعني لما بعمل معرض بيسيبوا الكريمات الدواء بتاع الهشاشه والحاجات دي وتلاقي صوابير على الكريمات بتاع الستات. دي حقيقه فعلا. دي حقيقه فعلا يعني. وبعدين بقى في مراحل ثانيه يعني كريمات، يعني نفس الماده يا فندم؟ لا، دي مواد ثانيه. مواد ثانيه. يعني في ماده طلعناها الاول عشان التجاعيد اللي حوالين العين، وماده ثانيه عشان الهالات السوداء والاماكن الحساسه. للطحالب. من الطحالب. كل ده من الطحالب. الطحالب دي بتنمو، ميزتها بقى ان يعني انت عارف حضرتك الست لما بيحصل عندها حمل بتولد بعد 9 اشهر. الطحالب الخليه الواحده بتجيب خليه ثانيه بعد ساعتين. فسريع الانقسام بشكل كبير جدا. يعني لما قعدها يوم بربي، سواء كنت بربيها في احواض او احنا دلوقتي الدنيا اتطورت وبقينا بنربيها في حاجه جايبينها من انجلترا اسمها الفوتو بايرو اكتور. الفوتو بايرو اكتور ده سيستم بيئه حاضنه، بيئه لنمو بنربي فيها الطحالب، بنربي فيها الطحالب فبتنمو بسرعه اعلى وبتقلب. الاول كنا بنربيها في احواض ارضيه. ايوه. الاحواض الارضيه دي ثابته، لازم تكون معرضه للضوء. عشان الخليه عايزه اضاءه وعايزه عناصر غذائيه وعايزه تقليب وعايزه ثاني اكسيد الكربون عشان خاطر تعمل عمليه تمثيل الضوئي. فالعمليه دي بتاخد في الصيف حوالي 3 ايام عشان الخليه تنقسم وتديني ناتج كبير اقدر اجمعه. الجمع بيبقى عن طريق يا اما يدوي اذا كان الخليه حجمها كبير. بالترشيح من خلال اقمشه خاصه. او جهاز طرد مركزي. وناخد الخلايا دي. ايوه. وبعدين نجففها عندنا عشان ما المواد الفعاله اللي فيها ما يجرلهاش حاجه. بنجففها في مجفف شمسي. على درجه حراره مثلا 40 بالكثير، اخرها 40. اكتر 40. من كده الماده الفعاله ممكن تبوظ او تفسد. لا ما تبوظ الحمد لله كده. اكتر من كده لو حراره اكتر من 40. يعني الماده الفعاله ممكن من اول 50 تبوظ. بالظبط. لكن المركبات الثانيه بتبقى الحمد لله زي ما هي. تمام. بناخدها بقى ونعمل حاجه اسمها التركيبه، الفورموليشن. فورموليشن يعني ايه؟ فورموليشن يعني بنعمل تركيبة بنضيف للمادة الفعالة مواد تانية عشان تساعد على الامتصاص وتزود التأثير وتحفظها؟ لا وتحفظها. هي فيها القدرة على انها تحفظ نفسها. درجات الحرارة في الحفظ قد ايه؟ الغرفة العادية ولا في الثلاجة ولا؟ لا حضرتك درجات الحرارة في الحفظ الغرفة العادية. المهم ما تسخنهاش. ما سخنهاش. لأن لو سخنت المادة الفعالة بتتكسر. دي مهمة جدا. الموضوع ده مهم جدا. طبعا. انت عارف سيادتك ان في بعض الاحيان اثناء نقل هذه المنتجات الدوائية لما بتكون موجودة او المستحضرات وتكون عبر عربيات نقل مقفولة، مجرد نقلها وانت رايح مثلا مكان حر زي الغردقة. مثلا او مكان في الجنوب وداخل الصندوق المقفول، جوه الصندوق
ده ارتفع الحرارة أكتر من 40 وممكن يؤثر على سلامة المنتج. أنت عارف حضرتك في أجهزة دلوقتي تقدر تجفف فيها والطحالب مجمدة، بيسموها الفريز دراير. ازاي يعني بتجفف وهي متجمدة، بيستير الرطوبة وهي متجمدة، نزع الرطوبة فتحافظ على التركيبة بتاعة الطحالب. بس دي مكلفة شوية. ايوه ايوه. انما التجفيف الشمسي مصر ميزتها، واحنا لما انتجنا المنتج الجديد ده الميزة في مصر ان الشمس موجودة طول السنة. لكن في ألمانيا ودول أوروبا الشمس ما بتطلعش كتير، نادرة، فبيضطروا ان هم يستخدموا الإضاءة الصناعية. ودي مكلفة. التكلفة بتبقى عالية. طبعا طبعا. لكن أنا هنا في مصر الشمس تقريبا موجودة طول السنة. يعني إذا المنتج المصري يكون أرخص من مثيله بكتير جدا الأوروبي بكتير أو جدا بكتير جدا 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 جدا. إزاي نحافظ على عدم تزوير المنتج؟ نحافظ إزاي على إن المنتج ده يفضل زي ما هو، هو الاصلي والاوريجينال؟ يعني احنا لما بشتريه ما يتضربش في السوق زي ما بيقولوا بالمصطلح المعروف. ايه اللي ممكن الاجراءات اللي نعملها عشان نحافظ على ده؟ احنا بننتج ونجفف تجفيف شمسي، يبقى كده انت حافظت على المادة الفعالة. وبعدين بتوديها عشان تاخد ترخيص من وزارة الصحة او هيئة صناعة الغذاء. بتوديها مصنع، لازم يكون جايب مصنع متخصص في عملية التصنيع دي. فبياخد منها المادة الفعالة ويعمل الفورمة اللازمة ويطرحها في الأسواق. احنا كمركز قومي للبحوث احنا جهة بحث وتطوير، ما احناش جهة انتاج. أي. عشان كده بنتعاقد مع احد المصانع، هو اللي هي اللي تعمل تتولى موضوع التعبئة، تتولى العملية دي والتركيبة والفورميولا الخاصة بنشرها في السوق. دكتور فاروق كامل الباز، انا سعدت جدا بسيادتك. اهلا بك. وشرفتنا ونورتنا ورفعت اسمنا في الاوساط الطبية والبحثية على مستوى العالم. والله المنتج ده حضرتك بيرفع المناعة. وده بيفيد في حالة الكورونا. يعني هو من كمان حسن الحظ. من حسن الحظ ان هو نازل دلوقتي في الاوقات اللي فيه الكورونا ابتدت تشد حيلها شوية. فمجرد انك تاخد قرص كل يوم الموضوع خلص كده. الموضوع الوقاية خير من العلاج. متشكر جدا يا دكتور فاروق، شرفتني ونورتني يا فندم. الف الف شكر يا فندم. شكرا استاذ الدكتور فاروق كامل الباز، استاذ الكيمياء الحيوية ورئيس الفريق البحثي لمجموعة تكنولوجيا الطحالب بالمركز القومي للبحث. ارجو ان انا اكون يعني جاوبت على الاسئله. لا يا فندم طبعا. شكرا جزيلا. متشكر جدا يا فندم. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعه، ارجوكم دائما ابقوا معنا. مصر جميله قوي. الف شكر. كان معكم احمد عبد العظيم.